تفجيرات واغتيالات وحروب، أحداث ارتبطت في الماضي والحاضر بحزب الله اللبناني الذي طالما كان مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار في لبنان خلال العقد الماضي. حزب الله الذي كان أيضاً وراء التوتر الأخير في العلاقات اللبنانية الخليجية بدأ وكأنه يأخذ لبنان إلى خارج الإجماع العربي بعدما سيطر على القرار السياسي في ذلك البلد العربي. فما هي القصة الحقيقية لحزب الله؟ تفجيرات تستهدف سفارات ومقرات، اختطاف مدرسين ودبلوماسيين، صحفيين وأطباء، تعذيب وقتل، اغتيالات لا تستثني المسن على فراش المرض، اجتياح واحتلال لأجزاء واسعة من عاصمة عربية، إرهاب وترهيب، تهديد ووعيد. إنها الحكاية الحقيقية لما يعرف بحزب الله في لبنان. في فبراير من عام 79 عاد آية الله الخميني إلى طهران ليبدأ عصراً إيرانياً جديد، عصر سمته الطموح التوسعي وآلته البطش والإرهاب والترهيب. فبعدما أقصى المعممون جميع التيارات الوطنية التي ساهمت في إطاحة الشاه، شرعت إيران فيما وصفته بتصدير الثورة إلى الدول المجاورة. شكل لبنان الذي كان يشهد إنذاك حرباً أهلية الضحية المثالية، فانتهزت إيران حالة الفوضى لتتخذ لها موطئ قدم في هذا البلد العربي. الشيء الأساسي كان أنه في قرار عند الإيرانيين، عند الحرس الثوري، أنه بده تحت شعار تصدير الثورة بده يبني لحاله أزرع بكل المنطقة. فكان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 قدم أرض خصبة لهالموضوع، فأجوا وقتها على يعني مباشرة بعد الاجتياح صار في مخيمات للحرس الثوري بالباع، وبلشوا هن تدريب وتمويل وإلى آخره وتنظيم. مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع دولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. عملت طهران في البداية على إعادة إنتاج مؤسسات دينية ورجال دين يتبعون نهجها العقائدي ويدينون بالولاء لسلطة الولي الفقيه في إيران. كانت المهمة الأساسية تعبئة الفقراء عقائدياً ودفع المزيد من الشباب للانخراط في صفوف حزب الله. كان عدد رجال الدين الشيعة ما بيطلع 70-80 رجل دين، مع هذا الدفء الإيراني بناء المدارس الدينية على النموذج الإيراني، اليوم في أكثر من 1000 رجل دين. هذا تطور هائل، يعني أصلاً ما بتحمل الطائفة الشيعية بلبنان، ما بتحمل هالعدد، ما أنا بحاجة لهالعدد، لكن هول كلهم صاروا موجودين. دورهم الأساسي هو التعبئة، والتعبئة يعني من أجل إيران، تعبئة تحت مظلة ولاية الفقيه يعني مش أكثر. إثر الغزو الإسرائيلي للبنان عام 82 تشكلت مقاومة وطنية تضم خليطاً من أحزاب وحركات يسارية وقومية. نفذ المقاومون اللبنانيون عمليات جريئة ألحقت خسائر بقوات الاحتلال، فأصبحوا هدفاً لإسرائيل التي حاولت تصفية رموز هذه المقاومة الوطنية، لكن حزب الله هو من قام بهذه المهمة. المقاومة الإسلامية اللي هي عملياً يعني إذا بدك ورطت بشي من الأنف، يعني مش بشي من الأنف، بالأنف ورطت المقاومين الآخرين. لما بدأت المقاومة هو لم يولد بعد،
ولد بعد 4 سنين 82 86 شو بدي بيقعد بيقول لك عملنا عملية بصور وعملنا هودي أفراد عملوها أفراد مش تشكيل. بدأ حزب الله انقلابه الأول باغتيال 22 قيادياً من جبهة المقاومة الوطنية. كانت مهمة حزب الله إنذاك السيطرة على جنوب لبنان وإخضاعه للإرادة الإيرانية مهما كان الثمن. تدريجياً الضغوط ومنع الأسلحة والمضايقات ومضايقاتنا بالمناطق أقفال المراكز كل أنواع المضايقات مورست علينا ناهيك عن الاغتيالات اللي صار فيه راح فيها 4-5 أعضاء لجنة مركزية إضافة لكادرات قيادية بالمقاومة. هذا سهل لحزب الله اللي كان بعد عدة أشهر استولى على 86 يعني على منطقة إقليم التفاح من هونيك انبنت يعني بني مثل العادي لا لا يبني حزب الله لا يبني إلا على أنقاض غيره. وجدت إيران ضالتها في حزب الله ووجد حزب الله ضالته في عالم الإرهاب فخاض تجربة غير مسبوقة من الإرهاب الدولي. فجر مقرات دولية وسفارات أجنبية، خطف طائرات واحتجز رهائن، عذب وقتل بعضهم واحتجز البعض الآخر سنوات عدة. حزب الله بأسماء مختلفة قام بعدة عمليات خصوصاً عمليات خطف الأجانب اللي هي استمرت على سنوات، وعمليات خطف الأجانب كانت كلها لأنه إيران كانت عم بتفاوض مع الفرنسيين ومع غير الفرنسيين على مواضيع لها علاقة بأموال مجمدة وبأرصدة كان لها بمؤسسات مشتركة والآخرة. فيعني إيران فاوضت على مصالحها عبر تخريب لبنان، لأنه من وراء عملية خطف الأجانب صاروا اللبنانيين منبوذين بكل أنحاء العالم. صار حتى الطيران اللبناني صار ممنوع يروح على أمريكا. الطيران اللبناني إذا راح على أوروبا كانوا تنزل الطيارة بمحل منزوي ويجيبوا كلاب بوليسية يفتشوا اللبنانيين. تفجير سيارة مفخخة قرب السفارة الأمريكية في بيروت، نصف مقر قوات المارينز الأمريكية، وفي اليوم نفسه تفجير متزامن يستهدف مقر القوات الفرنسية في بيروت، اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، قتل رهينتين من ركابها واحتجاز الباقين أكثر من أسبوعين. اختطاف طائرة تابعة لشركة TWA الأمريكية، قتل أحد ركابها وإلقاء جثته على مدرج مطار بيروت، اختطاف نحو 80 مواطناً غربياً واحتجازهم كرهائن، توفي 3 منهم تحت التعذيب. واضح أن الذي كان يقوم بالخطف هم أدوات إيران في لبنان، ومنهم كان بطبيعة الحال حزب الله. هذه العمليات الكل يعلم بأنه كانت تتم في سياق الحرب العراقية الإيرانية، وكانت في سياق ابتزاز الدول الغربية من أجل الاستحصال على صفقات أسلحة وما إلى ذلك من احتياجات إيران في مواجهة العراق في تلك الفترة. استخدم لبنان تلك الفترة كساحة لتوجيه رسائل إلى الدول الغربية على اختلافها. كانت عمليات خطف الرهائن وقبلها تفجير السفارات إحدى الوسائل أو السياسات التي اعتمدتها إيران في الضغط على الدول الغربية، وغالبا كان يتم من وراء هذه العمليات صفقات من الأسلحة أو يعني بعض المصالح الاقتصادية التي كانت إيران ربما في تلك الفترة تعاني من حصار غربي عليها. مراسل وكالة الأسوشيتد بريس في بيروت تيري أندرسون قاده قدره ذات يوم ليصبح أحد أشهر الرهائن على الإطلاق. اختطفه حزب الله واحتجزه طوال سنوات 7. So who were these men who took you? Well, it's not difficult to say. They're Shiite fundamentalist radicals. ليس صعبا القول أن الخاطفين كانوا مجموعة شيعية متطرفة. إنهم متعصبون، لا يمثلون الشيعة أو الإسلام أو لبنان أو العرب. إنهم أفراد في مجموعة تسمى حزب الله في لبنان.
لدي بعض الأسماء. قائد المجموعة التي قامت باحتجازي اسمه عماد مغنية، شقيق زوجته كان مسجونا في الكويت لقيامه بعمل إرهابي، وسبب اختطافي كان من أجل تحرير شقيق زوجة مغنية. المغادرة كلها عم تنطلق من هذا الجنوب، الجنوب يريد أن يؤخذ غنيمة يا أخوان. مثل ما بينخطف واحد أمريكاني أو واحد فرنسي وبعدين بنبلش نفاوض عليه نشوف شو بتوقع، كذلك الأمر مطلوب إنه الجنوب يؤخذ رهين. هذا الذي يحصل هو احتلال للجنوب، ولا فرق بين احتلال واحتلال. واصل حزب الله مشروعه للسيطرة على البلاد، فانقلب على حركة أمل ذات الأغلبية الشيعية التي انسلخ العديد من قياديها عنها لتأسيس المشروع الإيراني في لبنان. هون يعني إيران شنت الحرب على حركة أمل. الحرب بلشت باغتيال القادة الميدانيين، يعني سنة 88 تم اغتيال القادة الميدانيين، وبعدين بدأت الحرب. وبهالحرب هاي لازم نلاحظ أنه إسرائيل كانت إلى جانب حزب الله، مش إلى جانب حركة أمل، وساعدت سهلت لحزب الله أنه يسيطر على الجنوب، يهزم حركة أمل. نهزمت حركة أمل لعدة أسباب، منها قيادتها، يعني منها رئيسها هزمها كمان، والسوريين ما كانوا متقبلين كتير لهالواقع. بس هاي حرب استمرت سنتين، ضحاياها بالميات، الجرحى بالألاف، الجنوب قسم منه تدمر، وتم إخضاع، بدي أكد على الكلمة، إخضاع الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية كانت رافضة السياسة الإيرانية، بس تم إخضاعها وإرهابها بالسلاح بعد هالحرب هذه. في عام 89 وضعت الحرب الأهلية اللبنانية أوزارها، وجاء اتفاق الطائف ليؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان وينزع سلاح الميليشيات. فسلم الجميع أسلحتهم للدولة اللبنانية إلا حزب الله الذي تذرع بمقاومة إسرائيل التي كانت لا تزال تحتل الشريط الحدودي الجنوبي مع لبنان. لكن في عام 2000 فاجأت إسرائيل العالم بانسحابها الكامل من جنوب لبنان، وفاجأ حزب الله اللبنانيين برفضه التخلي عن سلاحه. مسلح لدفاع عن لبنان، ثم مسلح لتحرير مزارع شبع، بعدين ضافوا عليها تلال كفر شوبة، بعدين لا بدنا نوصل على القدس ووحدنا. يعني في العالم إسلامي وفي عالم عربي خارج هذه المواجهة الساخنة، هو بده يخلي المواجهة الساخنة نظريا لكي يضع اليد على العمق اللبناني. إذا نزعنا السلاح من حزب الله ينتهي حزب الله. إيران أسست هذا الحزب على قاعدة أن يكون قوة عسكرية أمنية، لذلك أقول دائما أن حزب الله وليس حزبا سياسيا، هو قوة أمنية عسكرية لها وجه سياسي. وبالتالي إيران تدرك وحزب الله يدرك أن الميزة الأساسية لحزب الله هي القتال والسلاح والقوة العسكرية، وبالتالي لا يمكن أن تغامر في نزع هذه الميزة، لأن حزب الله يفتقد وجوده بالتأكيد. ولا شك أنه حزب الله في مهماته وفي إنجازاته التي حققها بالنسبة لإيران كلها لها طابع عسكري وليس طابع سياسي أو حضاري أو ما إلى ذلك في الأوجه الثانية. تمسك حزب الله إذن بسلاحه رغم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. عام 2004 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الذي دعا إلى إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان ونزع سلاح جميع الميليشيات. وبالطبع عارضت إيران القرار فرفضه حزب الله، إذ أبى أن تكون للبنان دولة وأن يكون للبلاد جيش يحمي حدودها. الرابع عشر من فبراير عام 2005 يوم مشهود في تاريخ لبنان المعاصر، إذ اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتفجير شاحنة مفخخة، فتشكلت محكمة دولية مهمتها كشف ملابسات الجريمة. اغتيال الحريري كان المستفيد الأول منه في لبنان هي إيران، والدليل على ذلك أنه إيران نجحت، استفادت من الخروج السوري من لبنان، واستطاع
أن تحل مكان هذا النفوذ من خلال حزب الله، لا سيما أنه بنلاحظ أن حزب الله الذي كان غير مشارك في الحكومات ما قبل اغتيال الحريري حرص مع الخروج السوري على أن يكون داخل كل الحكومات التي جرى تشكيلها، وكان هذا إذان أو إشارة إلى أن هناك إرادة سياسية وهناك قرار سياسي بالنفاذ إلى السلطة التنفيذية في لبنان والتحكم بالقرار السياسي فيها. بقرار إيراني وبمشيئة حزبية تجاهلت كل ما هو في مصلحة لبنان أشعل حسن نصر الله الحدود الساكنة مع إسرائيل منذ 6 سنوات. ففي عام 2006 تسلل عناصر من حزب الله عبر الحدود الدولية ليقتلوا ويختطفوا جنوداً إسرائيليين، وسرعان ما التهب لبنان. حرب مدمرة لم يعرف لها مثيلاً منذ أكثر من عقدين من الزمن. هلأ حرب 2006 خسر لبنان فيها بشرياً 1400 ضحية، خسر مادياً شيء 7 مليار. رغم ذلك طلع حزب الله يقول أنه نصر إليه، يعني طبعا دعاية سياسية، ما في نصر يعني مع الأسف. وصاروا يستعملوا بروباغاندا هذه أنه محل ما في فشل إسرائيلي يعني نصر. أهم فشل لك حزب الله أنك ما توقعت الحرب. لاحقا اعترف نصر الله بأنه أخطأ. لو كنت 11 تموز بتحتمل ولو 1% أنه عملية الأسب بتوصل لحرب كالتي حصلت، بتروح بتعمل عملية أسر بقول لك لا، قطعا لا. بعد انتهاء حرب تموز خاض حزب الله معركة إسقاط المحكمة الدولية التي وجهت اتهامات لأربعة من قياديه بتنفيذ جريمة اغتيال رفيق الحريري. رفض حزب الله تسليم المتهمين. يخطئ من يتصور أن المقاومة يمكن أن تقبل أو تسلم بأي اتهام لأي من مجاهديها أو قياديها. كان تهديد حزب الله قاطعاً، وتلا ذلك اغتيال 15 سياسياً لبنانياً. بالتوازي كان حزب الله ينخر جسد الدولة اللبنانية من الداخل، فسحب وزراءه من حكومة فؤاد السنيورة وحاصر مقر رئاسة الحكومة باعتصامات مفتوحة. أغلق وسط بيروت وشريانها الاقتصادي وأقفل المجلس النيابي لأشهر طويلة. عملوا كتير أشياء، منع احتلال الوسط التجاري، ومنع يعني عملوا كتير أشياء للضغط باتجاه التلف المعطل، وكان في رفض من الحكومة لأنه ظهروا منها هني. كان في رفض من الحكومة على هالموضوع، كان في معاندة يعني بطلها فؤاد السنيورة، عشان هيك بكرهوا كتير لفؤاد السنيورة. وكان في أيضا موضوع المحكمة اللي هن بدهم يلغوها، ما بدهم اياها، لانه بيعتبروا المحكمه حتى الرؤوس الكبيره يعني. وبعدما فشل حزب الله في اسقاط الحكومه ورئيسها، قاد انقلابه العسكري المسلح واسقط بيروت بقوه السلاح في 7 مايو عام 2008. انا اعلن 7 ايار يوما مجيدا من ايام المقاومه في لبنان. للمرة الثانية تسقط بيروت بقوة السلاح، كانت الأولى عام 82 عندما احتلها الجيش الإسرائيلي، والثانية عام 2008 عندما اقتحمها حزب الله. في مرحلة تضايقوا فيها كتير هي المحكمة الدولية. أكثرية المجلس النيابي راسلت الأمم المتحدة، الحكومة بأكثريتها واللي بقيت برئاسة فؤاد السنيورة راسلت واتفقت مع الأمان العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن أصدر قرار بمحكمة دولية. منذ ذاك الوقت بلشت المرحلة الثانية اللي هي إسقاط حكومة أو الوضع الوطني الواحد والمشاركة الوطنية من خلال وضع اليد على مفاصل أساسية. أحكم حزب الله قبضته على جميع مفاصل الدولة، تحكم في مطار بيروت وثبت سيطرته على شبكة الاتصالات،
وتمكن من تعيين موالين له على رأس أجهزة أمنية لبنانية. ومع اندلاع الأزمة السورية التي سرعان ما تحولت إلى حرب مفتوحة، آلت السيطرة على لبنان إلى طهران بعدما انشغلت دمشق بأزمتها الداخلية. بالمرحلة اللي كان بعده فيها حافظ الأسد على قيد الحياة، كان النفوذ الإيراني محدود محصور، وكان حتى تعليمات الجيش السوري بلبنان هو أنه يعطوا لحزب الله حرية حركة، لكن حرية مدروسة. لكن بعد وفاة حافظ الأسد ومجيء بشار صار النفوذ الإيراني مش بس حاكم لبنان، صار حاكم لبنان سوريا، ولأنه حاكم سوريا صار حاكم لبنان 100% مع الأسف. القتال في سوريا رغم أنه كان يشكل وبرأيي ولا يزال انتحارا لنموذج حزب الله الذي قدم نفسه في فترة سابقة على أنه مشروعا لقتال إسرائيل ولمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بدا اليوم أنه أداة واضحة لا لبس فيها في المشروع الإيراني ولو في سياق قتال في سياق حرب أهلية. التدخل في سوريا هو كان تعبير عن الحاجة الإيرانية لاستخدام كل ما لديها في مواجهة مشروع إسقاط النظام السوري والتغيير في سوريا، وبالتالي جرى استخدام واستثمار كل الإمكانيات الإيرانية ومنها الذراع الإيرانية المسماة حزب الله في هذا المشروع من أجل منع إسقاط النظام السوري، لأنه كانت إيران تدرك أن إسقاط النظام السوري والتغيير في سوريا، أي تغيير ممكن أن يحصل في سوريا، هو بالضرورة سيؤدي إلى تراجع وإلى انحسار وإلى إسقاط الدور الإيراني في سوريا، وبالتالي ربما من النتائج الطبيعية أن يؤدي ذلك إلى انعكاس على دور حزب الله في لبنان. نسي حزب الله شعارات رفعها على مدى 3 عقود، لم تعد القدس وجهة المقاومة. انخرط حزب الله في الحرب السورية فقاتل وقتل السوريين وفقد الآلاف من مقاتليه بين قتيل وجريح. قرار اتخذ كالعادة في طهران، وكان حزب الله أحد أدواته إلى جانب عدد من الميليشيات الأخرى العراقية بل والآسيوية أيضاً. بيقاوم بالعراق وبيقاوم بسوريا وبيقاوم ضد إسرائيل وبيقاوم ببيروت وبيقاوم بطرابلس وبيقاوم باليمن وبيقاوم بمصر وبيقاوم. هذا مش مشروع، شو مقاومة؟ شو في مهنة عنده مهنة؟ نحن كان مشروعنا حينما تنسحب إسرائيل من الأرض اللبنانية وبتستلمها الدولة اللبنانية بتصير على حدود الدولية تنتهي عملية المقاومة. المقاومة هي تحرير أرض الوطن. بات لبنان على شفير الهوية، تراجع النمو الاقتصادي فيه واختفى السياح والمصطافون، ارتفعت معدلات البطالة وساء وضع الخدمات العامة، غرق لبنان بالنازحين السوريين وغطت شوارعه الاحتجاجات والنفايات. من رحم نظام الولي الفقيه في إيران انبثق حزب الله، لم يكلف نفسه الإتيان بشعار يخصه بل استوحاه من الحرس الثوري الإيراني كالحوثيين الذين تبنوا شعار طهران وكأنه يخصهم. تحول حزب الله عن هدفه المعلن بتحرير فلسطين ليرهب اللبنانيين ويقتل السوريين، سيطر عنوة على القرار في لبنان، هو من يحدد السياسة الداخلية ومواقف لبنان الخارجية ويجبر الآخرين على الانصياع، توقف عن مقاومة إسرائيل وأنهى التنوع داخل الطائفة الشيعية، انقلب على الدستور وعلى الميثاق الوطني، استعمل العنف في كل مراحل وجوده، اغتال منافسيه وأقصى شركائه في الوطن، أخذ لبنان إلى طهران فعزله عن محيطه العربي وخرب نظامه السياسي والاقتصادي، كل ذلك في سبيل غاية واحدة، تحويل لبنان إلى ولاية إيرانية.